شاكيرا تمتلك ثروة تصل ل 45 مليون دولار، حققت نجاح وشهرة كبيرة خلال مشوارها الفني. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل حياتها الشخصية وحجم ثروتها. تصدر اسم شاكيرا ترند مؤشرات البحث بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها 45. شاكيرا إيزابيل مبارك ريبول هو اسمها كامل، وبدت مسيرتها الفنية عام 1990. قدمت شاكيرا عدد كبير من الأغاني اللي حققت نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية، وكان من أبرزها ونيذر ولا لا لا وهيبس دونت لاي، وتعتبر أغنية وكا وكا اللي قدمتها لكأس العالم من أبرز الأعمال في مشوارها الفني. اعتبر البعض شاكيرا ملكة الموسيقى اللاتينية لأنها باعت أكثر من 8 مليون أسطوانة، فأصبحت من أكثر النجوم مبيعاً للأسطوانات، كما حصلت على العديد من الجوائز بما في ذلك 3 جوائز غرامي و12 جائزة لاتينية غرامي و7 جوائز بيلبورد الموسيقية الشهيرة. تمتلك شاكيرا ثروة هائلة بعد مشوارها الفني الطويل ووصولها سن 45، وأشارت بعض التقارير أن ثروتها وصلت ل 300 مليون دولار. عاشت شاكيرا علاقة عاطفية مع نجر رئيس الأرجنتين أنطونيو دي لارو، لكنها انفصلت عنه ووقعت بعدها في حب جيرارد بيكي مدافع نادي برشلونة، وأعلنت ارتباطها به عام 2011 وأنجبت منه طفلين هما ميلان وساشا. بترفض شاكيرا الارتباط به رسمياً، فما زالت بتشوفه شاب صغير خاصة وإنها أكبر منه بعشر سنوات، بالإضافة إنها بتشوف الزواج راح يطفي مشاعر الحب والغرام بينهم. شاركت شاكيرا في بعض التجارب التمثيلية، فظهرت بشخصيتها الحقيقية في مسلسلين أمريكيين هما أغلي بيتي وويزارد أوف ويفرلي بليس، بالإضافة لمشاركتها في لجنة تحكيم الموسم الرابع من ذا فويس العالمي، لكنها اعتذرت عن الموسم الخامس وعاودت المشاركة مجدداً بالموسم السادس. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.